والو دونك شنو هما المستجدات الجداد؟ اذا حنا راه رفعنا دعوه امام محكمه النقد ضد السيد الوزير الوهبي اللي على هاد الشكوك ديال الجرائم الخطيره ديال الفساد المحسوبيه وديال الزبونيه وديال الرشوه. وثانيا راه تلاقينا مع الكثير من المؤسسات ديال المجتمع المدني اللي زعما الميدان ديالهم هو حقوق الانسان وحقوق المواطن المغربي بطريقه زعما بطريقه عامه بشكل عام. وحنا راه عندنا حتى زعما وقفه احتجاجيه غدا نهار الاحد مع 11 ديال الصباح باش نطالبوا بالحقوق ديالنا نطالبوا حقوق ديالنا ونستمروا في هذا النضال وفي هذا الكفاح من اجل الاخذ الحق زعما النضال ضد الفساد في الدوله المغربيه. وان شاء الله غادي نلتجئوا للمحكمه الاداريه باش نرفعوا دعوه استعجاليه ودعوه في الموضوع باش يتلغى هذا الامتحان ان شاء الله. الوغ انا ما بقاتش مشكل النقطه، دابا المشكل راه اخطر من النقطه. راه حنا تنهضروا على امتحان ديال لمزاوله مهنه المحاماه اللي تقاس بواحد الخروقات الشكليه والموضوعيه اللي جد خطيره، ارقام الاستدعاءات اللي دازوا من واحد لواحد اخر، الناس لقاو رؤوسهم ناجحين في الامتحان وهما ما كانوش كاع في لائحه المترشحين. تنهضروا اضافه الى ناس ما عندهمش الشروط للولوج لهذا الامتحان بحال اجازه الحقوق ولقاو رؤوسهم دوزوا الامتحان ولقاو رؤوسهم ناجحين. تنهضروا على ناس متواطئين اللي زعما دي كونفلي دانتيغي حيت وتتعرفوا على شكون تنهضر مدير الشؤون الماليه ديال وزاره العدل اللي عضو ديال اللجنه ديال الامتحان ولقى راسو دوز الامتحان ولقى راسو اضافه الى ذلك نجح في الامتحان. اذا انا ما تنقول بان ما بقاش مشكل النقطه، ما بقاش مشكل الكيو سي ام ولا مشكل اجتماعي، وداك الشيء علاش تنطالبوا بالغاء الامتحان. والاخر بغيت نهضر على شي حاجه، لا بغى يهضر لنا على النقطه. انا ما عمري ما مشيت نقلب على نقطتي في وزاره العدل وما ولاش نقلب على ورقتي حتى يكون الامتحان على حقه وطريقه، حتى يكون الامتحان عنده شرعيه، حتى يكون الامتحان احترم فيه المسطره ديالو. حنا تنهضروا على امتحان ما تحترمش فيه كاع القوانين ديالو، امتحان عامر بالخروقات، امتحان فاسد. اذا انا ما تنعطي حتى اهميه لهذه النقطه اللي جبت، وغنكون ما ناجحاش. وهذا الكيو سي ام سيستم كندي راه ماشي ادابتي المزاولة مهنة المحاماة. راه كي تنعرفوا راه المحاماة راه مهنة الدفاع. المحامي ولا المحامية خصو يعرف يرافع، خصو يعرف يهضر مع المجتمع ديالو، خصو يكون عنده الذكاء الاجتماعي، خصو يكون يعرف يحرر، خصو يكون عنده زعما لغة سليمة. وكيو سي ام فين تتملأ الفراغ وفين تتكوشي لي كاز زعما كي غيعرف واش هذا محامي بالفطره ولا محامي بدون فطره ما تيبين والو. وسيستم كنديان تيكفس القضيه، علاش؟ حيت يمكن يكون عندك 80 جواب صحيح، وهيك حيت جاوبتي على 80 جواب غالطين فيهم غيتحسب عليك زيرو، حيت زائد 80 ناقص 80. اذا انا تنقول هذه الكلمه، تنسال راسي في الاخير ما هو الفرق في هذا الامتحان ما بين شي واحد ناجح عنده 80 على 160 وشي واحد عنده 0 على 160؟ يمكن ما كاينش الفرق. واحد مسكين ناجح دخل قاري وخرج بنقطه زيرو ولا نقطه قل من المعدل ولا نقطه كاع سلبيه، ما هادشي ما فيه حتى معنى. انا شوف انا مثلا ما شوف راه حنا الراسبين ماشي ضحايا، ماشي بوحدنا اللي ضحايا ديال هذا الامتحان اللي فاسد، وتنقولها وتنكررها، ماشي بوحدنا اللي ضحايا، راه حتى الناس اللي نجحوا بالكفاءات ديالهم وعن جدار واستحقاق واللي غيكونوا كاينين ولكن قلال بزاف في هذه اللائحه حتى هما ضحايا حيت تعرفوا في واحد الامتحان
لي زعما لي ليكزامان دي سكاندال، امتحان عامر بالخروقات، امتحان هضروا عليه الناس بزاف، امتحان نوض الصداع. دونك معلومه راه ما غير زعما كاع لا ولاو محامين ولا نجحوا زعما ما غير يفرحوش بطريقه طبيعيه، حيت وزاره العدل خرجت عليهم، وزاره العدل خرجت على السميات والكنيات ديال بزاف ديال الناس.